إذا إحنا بنقول for example ليش أنا يعني عندنا government، عندنا ناس بيحكمونا، عندنا أفكار وفيه ناس يطرحوا علينا أفكار، هل أنا يعني لازم أقبل هذه الأفكار أو لا؟ يعني كل هذه التساؤلات ترجعك إنسانة تعمل سياسة. يعني هذه أشياء طبيعية، يعني نفس يعني أنا فهمة قصدي. فهمة قصدي. يعني أنت قصدك تقولي إن طبيعي إن أي بني آدم عايش في مجتمع، عايش في بلد معينة، ممكن يبقى عنده تساؤلات عن حياته، عن الحكومة اللي هو عايش اللي بتحكمه، عن الوضع. وانت يمكن اللي صعب بالنسبه لك انه فجاه بيتلقب عليه ان هو بيتكلم في السياسه او بيتكلم في حاجات زي كده، برغم ان انت بالنسبه لك دي مواضيع عاديه المفروض ان كل الناس تتكلم فيها، وخاصه لو فنان وقادر يكتب ويتكلم ويغني. دور الفنان ده دور الفنان. فنان بيكون يعني واحد بيكتب للمسرح، ولا واحد رسام، ولا واحد بيغني. يعني دوره يعبر عن مشاعر، وهو كذلك عنده أفكار وبيتناقش مع ناس وبيرجعهم يفكروا، يرجعهم عندهم يعني تفكير، وهذا دور الفنان بالنسبة لي. فانت حاسه مش في نوع مش مسؤوليه، يعني مش بس ان انا اكتب عن حاجات الناس حابه تسمعها. انا عندي الفنان عنده مسؤوليه كبيره كواحد يعني وزير او صحيح. طبعا الناس بتسمع للفنانين يمكن اكتر مما بتسمع للسياسيين، يعني دي حقيقه. أيوة دي حقيقه. اوكي، يعني عنده دور، عنده مركز يسمح له انه الناس يسمعوا له، وهو يعني شغله وكلامه مهم كثير لانه كاين فيه ناس تسمع له. يعني عنده مسؤولية كبيرة. C'est une ville que je connais, une chanson que j'ai chantée, une chanson qui nous rassemble. C'est la voix de Mandela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. Mais elle dit je viens du tout, elle est chloune. Quel pauvre matin, mais le calme.